23 בצהריים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני ורמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כאן 20 בזה כמות גדולה של כוחות, תנועה על כיווני. כאן 3, יורים עליי ב-3 כיוונים. איזה כונות בלי, בסדר, we cannot stop them. התאבד שהבנו שקלו כל הקיצין. بعد نحو نصف قرن من الزمان على عبور الجيش المصري الباسل خط بارليف المنيع وإدارته إحدى أعقد المعارك العسكرية في العصر الحديث مع المحتل الإسرائيلي آنذاك، تبدلت أبجديات اللعبة وأوراقها الموزعة على طاولة الحرب. تسيد المصريون المشهد، خاطفوا الأبصار، استردوا الأرض، وتحصنوا باتفاقات دبلوماسية، وشرعوا يرتبون أوضاع الإقليم بما يكفل أعظم الربح أو أقل الخسارة لكل الجبهة العربية. Total withdrawal of Israeli forces from the Arab territories occupied since 5th of June 1967. أما في إسرائيل نفسها لم يعد شيء في محله، فقد تبددت أسطورة الجيش الذي لا يقهر بعدما مرغ أنفه في التراب، وبعدما انهارت نظريته الأمنية، وبعدما مني بفشل استخباراتي صار مضرب الأمثال طيلة العقود الخمسة الأخيرة. وسرعان ما مارست تل أبيب لعبتها المفضلة بإعادة تسمية الأشياء بغير أسمائها، وبتغيير الأحداث ولي ذراع الحقائق بما يتفق مع مصلحتها القومية فحسب، بمعزل عن الأمانة التاريخية أو الدقة أو الموضوعية. لكن ماذا لو قلبت إسرائيل بنفسها أوراقها الرسمية ومحاضرها المعتمدة وصحافتها المطبوعة وكتبها المنشورة؟ ماذا لو راجعت إسرائيل اعترافات جنرالاتها وقدمت للرأي العام وثائق التحقيق فيما فعله المصريون يوم حرب عيد الغفران؟ كانت تتوالى الأنباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. في الأيام الأولى من خريف عام 1973 لم يدر بخلد أحد أن الرئيس السادات يتجهز فعلياً لخوض الحرب. تمويه وخداع محكم طال حتى الدائرة المقربة من المسؤولين. لم يتداول الترتيبات إلا المعنيون المباشرون بمسألة الخداع أو مسألة الحرب. الرئيس السادات عمل يعني قدم نموذج بطولي غير عادي عندما وضع نفسه موضع السخرية عمداً. يعني تتصور أن رئيس دولة من أجل أن يخدع عدوه قدم نفسه على أنه رجل خايف من الحرب، لا قبل له بالحرب، بيقول ويرجع في كلامه، كل اللي بيقوله علشان استهلاك داخلي يهدي الناس، حتى المناورات اللي بيعملها راحة جاية ده لتهدئة الجيش لأن الجيش متوتر. دي الصورة اللي هو قدمها لهم. كنت أركان حرب عمليات، وكان مهمتي إن أنا في مركز القيادة بنتابع الاتصالات. يوم الأربعاء أنا في مركز عدد استلمت الإشارة فعلا من الجيش بتقول إن المناورة بدر انتهت الخميس، وإن القائد العام والقائد الأعلى والدنيا بتشكر. كنت في جيش تاني، والكلام ده الجيش كله يعني بيشكرنا، ودي كانت المرة الرابعة والخامسة اللي عملناها وبيشكرنا، وإن ننزل أجازات اعتباراً، خلي بالنا بقى من الكلام، الدفعة الأولى تنزل يوم الخميس وترجع يوم السبت، والدفعة الثانية هتنزل يوم السبت.
كل دفعه بتقعد يومين وبتيجي كويس، وراح محدد الاوضاع، قال الدفعه الاولى كذا، وراح محدد بقى تحديدا كده عناصر الصعقه والمهندسين اللي هي الاساسيه، مسمي الوحدات ما قالهاش كده، وحدات احنا فهمنا ان دول ينزلوا السبت، واحنا كنا من الناس اللي هتنزل اجازات يوم السبت اللي هو اللي هيبقى موافق 6 اكتوبر هنزل. المخابرات المصريه عرفت ان احنا مسموعين، فقرروا يوزعوا على جميع القيادات تعليمات انك في المكاتب في التليفونات دايما اتكلم اننا مش هنعمل حرب، دايما قول ان احنا مش واثقين في السادات، دايما قول ان احنا خايفين من اسرائيل، دايما قول ان المناورات اللي بنعملها دي مجرد استهلاك محلي. ده اللي كان بيوصل لهم. مد البث العبري من 4 ساعات ل 16 ساعة على الهواء مباشرة، 16 ساعة بث، وبعدين تم تزويدنا بأحدث الأغاني العالمية والعربية وكل ما يجذب المستمع الإسرائيلي لسماع إذاعة كل قاهرة. كان كل قاهرة. طبعاً هم كانوا في حالة انتشاء بأن هم محتلين وهم منتصرين، وإحنا كنا بنوجه رسالة ما فيهاش تفاخر ولا حاجة، كانت رسالة متواضعة. يمكن دي بالذات قبل الحرب جالنا تعليمات بكده، إنه يعني خليكوا بتجذبوا الجمهور الإسرائيلي للاستماع إليكم. القطر الحربي ده علشان الناس نزلت أجازاته لها مدة، فكانت بتركب القطر بكافي بيركبوا وسطح، فالتسطيح ده أصلا كان ممنوع. المرة دي سمحوا أو يعني كده فوتوا وخلوا العساكر، طبعا عهد الكبير بقاله مده من الزفه نازل، فاحنا كلنا عارفين من بورسعيد دي بيمشي الانطره يمشي الاسماعيليه، الخط ده موازي للقناه على طول جنب القناه، فالقطر لما ماشي هم قاعدين حاطين كاميرات وبيشوفوا بالنظرات المعزوله المنظر، شايفه يعني العساكر فوق بقالها مده ما نزلتش، فبيبقوا فوق سطح القطر بيسقفوا الشغلانه اللي احنا عارفينها، فرحانين. القطارات دي كانت بتروح توصل يفوتوا قطر يكمل في مصر، كان في لواري تبقى مستنية بالصدفة تجيب العساكر دي تاني يركبوا بالليل تاني يرجعوا وحدتهم. وبينما كان وزير دفاع إسرائيل موشي ديان نفسه على الجبهة قبل الهجوم المصري المباغت بساعات، إلا أنه حين دقق في منظاره المكبر لم يتوقع أي شيء مطلقا، بدا المصريون كما لو كانوا في سبات عميق. وفي 6 أكتوبر صباحاً وقبيل الحرب بساعات قلائل، عرف الجنود البواسل أن الأوان قد آن وأن الساعة قد أزفت وأنه اليوم. بعد سويعات سيعبرون قناة السويس، وفوق رؤوسهم طيران مصري هادر سيدك الدفاعات الإسرائيلية ويشل تفكير تل أبيب. القصف الجوي 2 وكانت تعليمات الأجهزة كلها مقفولة، إشارة البدء إشارة اشتباك نأخذها من الطيران لما يعبر الطيران. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أدان اللي هو قائد الفرقة 162 دي اللي قلت لك بتشتغل عند بورسعيد، قال المصريين بيدفعوا ضباط وجنود جاهزين للانتحار، إنهم يحاربون بروح انتحارية لا يمكن وقفهم. استقبلت القاهرة الأسرى الإسرائيليين الذين جاءوها مذهولين مكسورين تدهسهم حسرة الهزيمة. وجدت نفسي في معسكر الأسرى الرئيسي أو سجن الأسرى. ابتدينا نرتب أصلنا في العساكر، أصلنا في الأسرى على حسب الأسلحة بتاعتهم وعلى حسب أقدمياتهم وعلى حسب أهمية كل واحد منهم. قابلت حوالي على الأقل 50-60 أسير في سجن الحرب المصري من يوم 8 أكتوبر ليوم 12 أكتوبر. رحنا وقعدنا معاهم مراراً نتحدث في مشاعرهم. ضابط من ضباط خط بارليف
فبقول له قول لي انت مشاعرك ايه بعد ما خط بارليف اتكسر وبعد ما زملائك بعضهم جرح وبعضهم مات؟ انا فاكره بقى هيكلمنا عن الهزيمه والنصر وبتاع والاحزان، ففوجئت بالاجابه. تصور قال ايه؟ قال انا سعيد. قلت له سعيد؟ قال لي سعيد جدا انني ما زلت حيا وسليما، فانا شاب صغير وجميل كما ترى اوروبيا واريد ان استمتع بالحياه، انا سعيد اني نجوت. تم أسرع السافية جوري، وده كان بقى يعني الراس الكبيرة اللي وقعت عندنا يعني، فأنا أزعت إنه تم أسر القائد على السافية جوري، فإسرائيل كذبت. لما كذبت إسرائيل فاتصل بيا اللي هو مدير البرنامج الأستاذ أحمد الحملي، قلت له حصل كذا كذا، قال لي طيب خليكي وأنا هبعت لك بيان دلوقتي. فسجل مع السافية جوري اسم زوجته، عنوانه في تل أبيب، عدد الأولاد، رقم التليفون، كل حاجة. وحصل رد فعل غير عادي وقتها، حصلت هزة في الثقة في الإعلام الإسرائيلي في داخل الشارع الإسرائيلي. ما شمخة ببكشة؟ أصافي جوي. ما هي هدرجة شلخة؟ سجن ألوف. ما دعتخة لكراف شي يتنهيل بينها تنكم هاي هم إسرائيليم لبينها تنكم هاي إسرائيليم؟ היה יתרון להיערכות של הטנקים ושל הנונטט בגזרה שאני עבדתי בשליטה בשטח. חלק מהמשימות בוצעו לא בשלמותם. היו מספר פגיעות של כלים. זהו מה שאפשר להגיד. מהי המשימה שהוטלה עליך לבצע באותו קרב? המשימה הייתה לבלום את פריצת הכוחות בגזרה המרכזית בסיני. האם המשימה הושגה? היה קרב, וקרב קשה מאוד, רק חלק מהמשימה הושג. כמה מספר הטנקים ביחידה שלך? יש מספר עשרות קהילים, אבל רק חלק מהם משתתף בקרב הזה, ושמהם חלק נפגע, כולל הטנק שלי שנפגע פגיעה ישירה ועלה באש, וכלים אחרים נחלצו לאחור. כיצד נפלת בשבי המצרי? הייתה פגיעה ישירה בכלי שלי, הכלי התחיל לעלות באש, פיניתי את הצוות, הייתי תמיד בהתאם לפקודה ראשון בתנועה לפנים, ולא הייתה שום אפשרות להיחלץ. מה דעתך על היחס שאתה זוכה כאן בשבי המצרי? הפגישות שלי עם הקצינים המצרים, אפשר להגיד שהיחס הוא טוב. האם אתה רוצה למסור דרישת שלום אל בני המשפחה שלך בישראל? זה תמיד ברצון לאישה ולילדים, ומקווה להתראות איתם בריא בהקדם. תודה רבה. كانش في دماغهم ابدا ولا توقعوش ابدا ان هم يقفوا هذا الموقف. هم فهموهم بان هم الجيش الذي لا يقهر، الجيش المثقف المتعلم، وفهموا بان العرب عامه والمصريين على وجه الخصوص ما بيتمتعوش بالذكاء، ما بيتعلموش من قريب، ما 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 بيحسنوش التصرف، وده كان باين من عليهم في تصرفاتهم، في الذهول، حالة الذهول اللي كانوا فيها. لما تسأل بقى آخرين انطباعك ايه عن الأداء، يقول لك والله ده حاجة تانية خالص. الأداء المصري احنا يعني اللي عرفناه من القدامى، لأن دول كانوا شباب جداد، لكن اللي كنا عارفينه من القدامى المحاربين اللي حاربوا في 67 ان الجندي المصري والضابط المصري ده اول حاجه بيعملها بيهرب ويسيب المكان. احنا كنا بنشوف جندي وضابط بيدخل يقفل عليا مشغل ضرب اطلاق النار بجسمه عشان يمكن زملائه انهم يعبروا وانهم يلتفوا ويدخلوا عليا. كانت عندهم مغالطات كتيره زي مغالطاتهم بالنسبه للايه للجيش يعني، وقدره الجيش المصري وذكاء العسكري المصري. يعني مثلا اهم سؤالين سالوهم لي، هي دي القاهره؟ ده جميلة جداً، ده هم قالوا لنا إن هي بيمشي فيها الجمال ولا مؤاخذة الحمير وكده وبتاع في الشوارع، بس
إنما إيه ده كلام ده في شارع رمسيس. عسكري تاني كان فقد دم كتير واحتاج نقل دم ضروري وكان خلاص أوشك على يعني نفقد حياته. جاء دكتور حاول يجيب له وريد ما عرفش يجيب له وريد. أصريت إنه يجيب دكتور تخدير وبالفعل جاب دكتور تخدير ونقلنا له دم من عسكري مصري إنقاذا للموقف دلوقتي. وقعدت أدعبه بقى بعديها يعني قدام الجنود المصريين حتة تركة إعلامية كده، هل لو ده أنت بيجري في عروقك دم مصري هل لو قابلك عسكري مصري دلوقتي هتقتله؟ لم تكد إسرائيل تستوعب ما جرى. تشكلت لجنة بقيادة رئيس قضاة المحكمة العليا شيمون أجرانات. المهمة الرئيسية للجنة هي الوقوف على أسباب الفشل الإسرائيلي في حرب أكتوبر تشرين الأول وتحليل أسباب الهزيمة. هذه اللجنة بتقاريرها التي لم يفرج عنها كاملة إلى الآن وبرواية إسرائيلية تتبدل يوماً بعد يوم أصبحت لجنة معنية بالوقوف على أحداث أكتوبر 73، وكأن الهول الذي تجرعته إسرائيل وأجبرها على التراجع الكامل عن شبه جزيرة سيناء فيما بعد كان مجرد أحداث. إيه لجنة أجرانات ببساطة؟ هي لجنة شكلتها الحكومة تحت ضغط الجماهير. بعد الهزيمة بدأت تبقى في مظاهرات فوراً، لم ينتظر الجمهور الإسرائيلي لأنهم حسوا بهزيمة حقيقية. ولما تقرأ ديان ولما تقرأ جولدا مائير اللي هم القيادة السياسية يقول لك أن المخابرات ورئيس الأركان كانوا مصممين أنه لا حرب، وأنه كل الشواهد اللي احنا شايفينها دي حشود المصريين وحشود السوريين مخاوف مصرية ومخاوف سورية من أن إسرائيل تكون بتحضر لضربة. المخاوف دي من وجهة نظرهم جات إزاي؟ لأنه يوم 13 سبتمبر كان في سرب من الطائرات السورية فوق الجولان، فتصدى له سرب من الطيران الإسرائيلي. الإسرائيليين أسقطوا للسوريين 13 طيارة، وبالتالي استقر في ذهن القيادة الإسرائيلية أن السوريين مرعوبين ومعتبرين هذه المعركة الجوية مقدمة لهجوم هتقوم به إسرائيل. طبعاً هذا المنطق تعرض من لجنة أجرانات لسخرية شديدة جداً. يعني الجنرال يدين وهو ده كان رئيس أركان قبل ذلك قال له جولدا مائير هو مين اللي بيسعى للانتقام؟ اللي اتضرب ولا اللي ضرب؟ جولدا مائير لما بلغوها ان القوات المصريه الضؤر هجمت فعلا وبتعبر قناه السويس طلبت اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، ما لقتش فيه تل ابيب الا 3 فقط، والوزراء كلهم كانوا موجودين لان ده يوم كيبور بالنسبه لهم، كانوا موجودين في المصايف انذاك في الوقت ده. ده بيدينا فكره ان الخداع كان على كل المستويات. جولدا مائير اللي كانت رئيسه وزراء في وقت حرب أكتوبر كتبت في مذكراتها اللي هي كتاب اسمه حياتي إن أولاً وصفت أكتوبر بالكارثة وقالت إن ده كابوس مرعب هتعيش بيه بقية حياتها، وإن جولدا مائير ما بعد 6 أكتوبر مستحيل تكون هي نفسها اللي كانت قبل 6 أكتوبر. كمان المجتمع الإسرائيلي عرف لأول مرة والجنود الإسرائيليين تحديداً اللي كانوا على الجبهة إن هم كان أول يعني أول حرب فعلية أول مواجهة حقيقية على الأرض، فأول مرة يعرف يعني إيه ذخيرة بتخلص، يعني إيه أسر، يعني إيه موت، يعني إيه ده أصاب الإسرائيليين بأزمة كبيرة جداً، وامتلأت المستشفيات في إسرائيل في ذلك التوقيت والمصحات النفسية بالجنود العائدين من الحرب، لدرجة إنه زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي اتكلم إنه أحد أو إن بعض الجنود نسوا أساميهم. في مرور 40 سنة أو يمكن أكتر 42 سنة تم تسريب بعض أجزاء من التحقيقات واعترافات جولدا مائير في لجنة أجرانات، ومش جولدا بس، جزء الجولدا مائير وجزء الديان. وجولدا مائير الحقيقة كانت واضحة ودقيقة، كانت بتتكلم على إنه تيبي زمير رئيس الموساد كان المعلومات اللي بيحصل عليها لم يكن يمررها إليها، كان لازم يمررها إلى رئيس أمان أو شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي،
وحتى وقفت في مرة من خلال الوقائع المكتوبة بتقول له أنا أنت ليه ما بتبعت ليش هذه المعلومات؟ فقال لها أنا لو أريد أن أثقل عليك. قالت له لا أثقل علي عشان في النهاية القرار بيبقى مهم. لما تروح لشهادة جولدا مائير أمام لجنة أغرانات هتلاقيها بتعتذر للرئيس السادات اعتذار رسمي، قالت إحنا كان لدينا صورة عن الرئيس السادات أنه شخصية هزلية يعد شعبه بالحرب ثم يتراجع ويحدد مواعيد ويقول عام الحسم وبعد ذلك ينساها. هذه الشخصية الهزلية أنا الآن أقدم لها اعتذارا رسميا، لأنه ما فعله يدل على أنه كان يقدم نفسه في هذه الصورة متعمدا ليوقع بنا وليخدعنا. ومن بعد زلزال أكتوبر تحول التراشق المتبادل بين تسيفي زامير رئيس الموساد وإيلي زعيرة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى مادة إعلامية دسمة، هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا، أنت المخطئ؟ لا بل أنت، هكذا على شاشات التلفاز فقدا وقارهما وهيبة منصبيهما الرفيعين. وتسنزور של הידיעות ומשחרר ידיעות שהן תואמות את החשיבה, אתה יודע מה, החולנית שלו. ועד אשר הגיע זמן המלחמה, ואז הוא דפק אותנו לגמרי. אתה שואל אותי, אני לא אומר את זה בשום מקום, אנשים מאוסים. אילי זהירה וציבי זמיר הם אחד, يعني أركان أساسية في حرب أكتوبر، رئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية، الاثنين هم كل واحد يلقي التهمة الأخرى على الآخر، اللي هو أنا إزاي ما انتبهتش للمعلومات أن الجيش المصري يقوم بتدريبات وعلى وشك أن يشن هجوم صارخ على إسرائيل. تسيبي زمير هو الوحيد اللي بيقول إنه لا أنا كنت بودي معلومات بتقول إن في لكن ولا معلومة تحذيرية وصلت للجيش أو وصلت للأفرع. القصة تعود إلى إنه إيلي زعيرة وهو في الندوة وبيتحدث على وقائع الحرب وماذا جرى في الحرب، كان بيتكلم على نقطة مهمة جدا إنه عملية تمرير المعلومات التحذيرية من خلال قنوات بتكون محظورة ومشفرة وصعب الوصول إليها من خلال الجيش بس يعني، وإنه تم التحذير من خلال تقارير أرسلت إلى قلب هذا اللفظ، أرسلت إلى يوسي لونجدسكي وآخرين، وكان جالس في هذه القاعة العميد احتياط لوسي لونجدسكي اللي هو كان موجود في حرب أكتوبر وكان في شعبة الاستخبارات العامة. قال له بملء فيه هذا كذب، وعاد ما قاله وقاله باللغة الإنجليزية اللي هي الكلمة المعبرانة اللي هي disinformation، قال له ما أنت تقوم به الآن هو disinformatia تضليل. دوخ نشلخ للانجوتسكي ولآخرين شون دوخ لا نشلخ لشكر شكر أنت مخوطب أنا رسي لك شنو بات المسبح شنو تيف أني أرى لك تخيلي حتى هم لا يقولوا יוסי, אני אראה לך אחרי הישיבה, יוסי. עד היום, חרף כל הבקשות שלי, לא יראו לי אותך. יוסי. אית אינפורמטיה, אתה עושה פה לכולם סיפורי סיפורים, והחבר'ה לא מבינים, ואומרים, וואלה, אלי זהירה, סיפר דברים. لقاء لرئيس الموساد آنذاك تيبي زمير مع أحد الصحفيين الكبار وهو دانج مارجاليت أو إعلامي، وهو بيتحدث عن حياته، يعني برنامج بيتناول قصة حياته في عجالة في دقائق يعني، وجي يتحدث عن وقائع الحرب وخلافه مع رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية إيلي زعيرة. فقال له كالتالي، قال له إيلي كان أحاط به مجموعة من الصحفيين ومؤرخ واحد، ودول الحقيقة بشكل أو بآخر بدلوا الحقائق، زيفوا الحقائق، وأنا معرفش ليه.
وحتى أضاف كمان في وهو بيتكلم معاه قال له أنا على الأقل أعلم أن واحد منهم أخذ مقابل. فرد عليه دان مرجليت قال له أنا أسمعك بصدمة، أنا مش عارف أنت بتتكلم على إيه لكن أنا بسمعك بصدمة كبيرة. فإذن إحنا نشهد الآن أن رئيس الموساد بيتكلم أنه لا، أنه دي مش الحقيقة، أنتوا بتبدلوا الحقائق ليه؟ لماذا تقوموا بتزييف الحقائق؟ لم يتوقف أثر الهزيمة عند حد الفضائح فحسب، بل فرض تغييرات جذرية في حكومة إسرائيل ونظريات أمنها المتعجرفة، تغييرات لا تترتب إلا على إثر زلزال. من أهم الدروس اللي استخلصها الإسرائيليين زي ما قلت لك ما يتعلق بالمخابرات، أنهم أعادوا هيكلة المخابرات، أنهم استخلصوا أنه رئيس الوزراء لازم يبقى له مستشار عسكري مش سكرتير عسكري. هو جولدا مائير في ذلك الوقت كان عندها سكرتير عسكري، شغلته ايه؟ ضابط اتصال بينها وبين الجيش، ياخد المعلومات ويوصلها لها. قالوا لا، احنا عايزين رئيس الوزراء يبقى جنبه مستشار عسكري لديه خبره كافيه. اسرائيل بتسعى طوال الوقت انها تحول الهزيمه لمجرد هزيمه استخباراتيه، وبتتكلم طول الوقت حوالين معلومه وصلت او ما وصلتش وتوقيت الوصول ومين خدها بجديه ومين ما خدهاش بجديه، على اساس تقول ان الفشل كان مجرد فشل استخباراتي وليس فشل عسكري. منذ ان تخرجت وانا اسمع من التلفزيون الاسرائيلي والاذاعه الاسرائيليه ريشت بيت ان في هذا اليوم قام الجيش المصري وحقق انتصار وعبر القناة، ده مع الوقت تحس إن المعالم الحقيقة تطمس ولا يكون لها وجود. في 2013 نشر أحد الصحفيين الإسرائيليين المتخصصين في الشأن المصري تحديداً، هو سيفي مزائل، في جريدة هارتس، وطلب من حكومة نتنياهو أنها تضغط على الحكومة المصرية من أجل تغيير أو التقليل من استخدام اسم أكتوبر، ويطلق اسم أكتوبر على حاجات كتير جداً، وان اصبح عندهم مدينه العبور في اشاره الى اكتوبر، لدرجه ان هو طالب نتنياهو ان هو يضغط على الحكومه المصريه عشان تخفف من استخدام اسم اكتوبر والعبور على منشاتها. اذا كان الاسرائيليين انتصروا، فلماذا يؤلمهم مجرد تسميه مدينه في مصر باسم اكتوبر، ولماذا يؤلمهم تسميه مدينه اخرى في مصر باسم العبور؟ وبعد كل هذه الفضائح تسعى إسرائيل لإقناع جيل جديد من شبابها وشباب العرب على حد سواء أنها لم تهزم، وأن مصر التي لم تترك في 6 أكتوبر مستقراً في محله، أن مصر لم تبعثر إسرائيل شخوصاً وعقائد ونظريات وجود. We believe that the Israeli army is invincible and the Arabs are inferior and that it would be a stroll in the park. But we realize that actually it's not a joke. We were bombarded from the air. We were bombarded from the land. We fought almost face to face with Egyptian soldiers. They were good fighters. I saw people dying around me. I was frightened all the time. You think that this is the end?